صباح الخير للجميع. فقرة جديدة من أوروسكوب، خلينا نشوف سوا الحظ كيف رح يكون من الناحية العاطفية والمهنية. لا توقعات سبعة الشهر. نبدأ جولتنا مع برج الحمل. بتحاول تلاقي الحلول للمشاكل من دون تشنج، والمهم أنه تنفتح على المحيط وتعبر عن رغباتك وطريقة تفكيرك من دون تحفظ. مهنياً بيتحدث اليوم عن تغيير بمكان الإقامة أو عن إخلاء لعقار أو لمنزل. برج الثور، إنك تلاقي الشريك بنص الطريق خطوة كتير مهمة وبتشكل خطوة إضافية نحو الاستقرار. من الناحية المهنية خسائر مادية محدودة سببها التهور، لكن الأيام المقبلة بتفتح لك عدة مجالات كرمال التعويض. برج الجوزاء، الدعم اللي بتتلاقيه من الشريك بيفاجئك وبيكون موضع تقدير واهتمام من أجل مستقبل أفضل. مهنياً يوم جيد، فإذا ازدادت الجهود والمساعي فلابد من أنه يكون النجاح أكيد وباهر. برج السرطان، عم بتحاول إرضاء الشريك باللي أنت مش مقتنع فيه شخصياً، فهالشي ممكن يكون له انعكاسات سلبية لاحقاً. من الناحية المهنية حاول عدم إثارة المواضيع الشائكة والحساسة، أو اشتغل خلف الستار متكل على نفسك ومتجنب بعض المحاورين والمشاكسين. برج الأسد، العتاب هو غسيل القلوب ويستحسن أنه تكشف أوراقك على الطاولة لإيجاد الحلول. من الناحية المهنية بيسلط اليوم الضوء على كل مشاريعك وبيتحدث عن مراوغة أو مشاعر مزيفة بيبديها أحدهم. برج العذراء، رومانسية الشريك بتأدي دور بوضع حد للشوائب وبتولد بيناتكم راحة نفسية غير مسبوقة. مهنياً تحسن وضعك المهني بيتطلب المزيد من الثقة، وهالعامل متوفر عندك لكنك ما استخدمته بعد. برج الميزان، بتحظى بلقاء بعض الأشخاص المميزين وبتواجه الكثير من الغيرة وبتحاول تتخطاها من دون ما تزعج الشريك. مهنياً بيساندك الحظ بالأيام الأولى من الشهر وبتحقق ربح غير منتظر. برج العقرب، بتساورك بعض الشكوك حول بعض القرارات وبتحاول أنه تلاقي لها حلول مناسبة مع الشريك. من الناحية المهنية بيدفعك اليوم لإنجاز مشاريع كبيرة بتحقق من خلالها أرباح غير منتظرة، وبتخطي خطوة جبارة بتفاجئ فيها الجميع. برج القوس، حسن صورتك أيها القوس وما تعرض سمعتك للتراجع، بل كن نشيط وأظهر اهتمام أكبر بالشريك، فهو الوحيد يلي بيوقف حدك بالمصاعب. من الناحية المهنية بتكشف الأسرار وبتتحقق من صحة المعلومات يلي بتملكها قبل التنفيذ. برج الجدي، الغيرة عند الشريك مبررة لأنه تصرفاتك تثير ريبته، فحاول أنه تكون واضح بتعاطيك معه وما تشعره بأنك غير مكترث لأموره. أما مهنيا ما تتسرع باتخاذ قرارات مهمة بالعمل، بل تريث وقوم بدراسة الموضوع من كل جوانبه. برج الدلو، بتساورك بعض الشكوك حول بعض تصرفات الشريك وبتحاول تلاقي له حلول مناسبة حتى تريح أعصابك وتهدئ الأجواء نوعا ما. مهنيا تشعر بالانسجام مع نفسك ومع المحيط وبتكون متحمس لكل الأمور. برج الحوت، بتدخل مرحلة عاطفية جديدة أيها الحوت وبتفتتح دورة من العلاقات العاطفية والشخصية الجيدة. مهنيا ما بتنسى فضل اللي وقفوا إلى جنبك وبتحاول أنه تكون وفي ومخلص لأقصى حد. مولود اليوم من برج الجوزاء، بيمتلك ازدواجية بشخصيته وعنده القدرة على الاحتيال بشكل ذكي، ولكن بالمقابل بيتمتع بالأمانة والشرف وعزة النفس. هيدا كان كل شيء لليوم، وهلأ منتابع مع MTV Alive.